السلام عليكم شباب، حياكم الله، نورت قناتكم واهلا وسهلا بكم. صلوا على محمد وال محمد. حاب اعرفكم نفسي، اسمي زين من البصره، هاوي ومربي طيور زينه. اجتني فكره قناه اليوتيوب من شخص عزيز علي اللي هو اخوي هيثم صاحب قناه طائر البصره، فقلت اسوي لي قناه منها نتعرف عليكم ومنها نشارك افكارنا ونتساعد. وان شاء الله راح تكون هواي عندنا فعاليات وهواي مسابقات، من ان شاء الله من تبدي تكبر عائلتنا. ان شاء الله راح تتونسون، راح تستفادون، راح نكسر المحتوى التقليدي اللي هو فتح العشاش، ايش قالت الطيور، هذا الطير تمرض، هذا الطير انتج، هذا يعني هاي المحتوى صار تقليدي وراح نغير شوي من عنده. ما اقول لكم انه المحتوى ما راح يصير بيه فتح العشاش، لا، هذني راح يتواجدون، بس راح ياخذن يعني جزء يعني 60% تقريبا، والمحتوى اللي جاي احكي عليه راح ياخذ 40%، اللي يعجبكم من عنده راح نستمر عليه. فالفكره كلها ان شاء الله راح ترسم بسمه على وجوهكم، راح تستفادون هواي من هالقناة، راح نساعد ونشارك وراح نكون عائله وان شاء الله راح تكبر. عنصر القصص راح يكون موجود، عنصر النصائح راح يكون موجود، عنصر الفكاهه وهو الاهم راح يكون موجود. يعني القناة راح تكون تعليمية توعوية مضحكة بعض الشيء. فالفكرة الأساسية من هاي القناة هي إسعادكم، وراح يكون جدول للتنزيل فيديوهات، يا أما يومية أما بين يوم ويوم، يعني حسب الفراغ. وهنا عندنا هذا المصمغينة معود والغيرة، طيب قوم يا الأخو، بس نشوف جواك، طيب قوم، ما يقبل شو اسوي. أتمنى استمتعت بالفيديو، مع السلامة.